تعالوا بقى نعمل مع بعض الوصفه الثانيه وهي الوافلز. هنعمل الوافلز النهارده مع بعض، سهله جدا، ومعاها الصوص. هنعمل صوص الفراوله. تعالوا نعمل صوص الفراوله الاول سريعا، او ممكن تجيبوا صوص فراوله جاهز، بس انا بحب دايما اعمل الصوص اهو. هسيح الزبده وهيبقى عندي الفراوله والسكر، ده كده للصوص. وايه الفراوله هنقطعها صغير خالص كده. وبعد كده للوافلز عندي الدقيق، عندي الزيت، اللبن، البيكنج باودر، عندي البيكنج سودا، السكر، رشة الملح والفانيليا اهو. حاول ننجز قبل ما ايه، على ما تخلص الفراولة هنا، الزبدة تسيح. اهو هنحط بقى الزبدة، اللي هنحط قصدي الفراولة المتقطعة. تعالوا نقطعها بقى كلها. الفراولة من الفواكه الحلوة جدا تعمل بالصوص، وبرضو ممكن نغير في الصوص لو مش حابين الفراولة، نعمل بالشاريز، نعمل بالكراميل، بالقرفة، قرفة والتفاح، في كذا حاجة تانية ممكن نعملها، ممكن نعملها بالموز والشوكولاتة. احنا عملنا كذا مرة بتهيألي الوافلز بالشوكولاتة والكراب وكده، فايه برضو للتغيير. واللي عايز يجيب الصوص جاهز هيجيبه جاهز زي الموجود قدامنا ده. برضو الفراولة انا من الفواكه اللي بغسلها الاول بالخل التفاح علشان تكون نظيفة معانا اهو كده. وهحط السكر وايه، هسيبها بقى تغلي غلوتين وتنزل ميتها. يلا تعالوا بقى نعمل الوافلز. هجيب مكنة الوافل وهسخنها وهرشها بالكوكينج سبراي او بشوية زيت ونعملها كده. بس تعالوا الاول نعمل اهو. هحط الدقيق، طبعا المقادير عندكم بالظبط. هنحط الاول الحاجات النواشف، الفانيليا، البيكنج صودا، البيكنج باودر، السكر، دول كده بيتحطوا. وهنقلبها، وبعد كده هبدأ انزل بقى البيضتين. وهجيب الويسكر، هبدأ بان انا اضربهم كده واحط اللبن وهنقلب الزيت وهنقلب. هقلب بقى جامد قوي 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 لحد ما يبقى الخليط عندي جاهز ناعم وماشي حلو. وهقلب برضو هنا الصوص. اهو كده. وعلشان بقى ما تلزقش، عشان الوافلز ما تلزقش، هعمل هفتحها وهسخنها وهحط فيها يا اما كوكينج سبراي يا اما كوكينج سبراي يا اما ايه الزيت، وهمشيه بالفرشه
كده في كل حته وفوق علشان ايه كده ما يلزقش. اوكي يلا هسيبه شويه عشان يسخن وبعد كده هنزل بقى الخليط بالراحه وهنحطهم. بحط في النص وهي بتكبر وبتقفل معانا اول لما ايه بتنفش وانا بقوم قافله. تمام كده الصوص عندنا بيخلص اهو. كده نجيب ايس كريم مع الصوص الجميل اللي احنا عاملينه نقفل اهو. كده الصوص عندي بقى حلو قوي قوي واتعمل. تعالوا بقى ايه ننزل كده على الوافلز نحط عليها شويه من الصوص كده اهو ونحط الايس كريم. نجيب بقى ايس كريم فانيليا ايس كريم شوكليت اللي احنا بنحبه، بس الفانيليا دايما من الحاجات اللي بتكون حلوه عشان بتهدي. هنا كده نحط الايس كريم زي ما احنا شايفين كده عليها النعناع وهنا كده برضو حركة نعناع. ممكن نحط هنا كده تدي منظر.